وللحديث أكثر عن أسبوع القدس العالمي والفعاليات المرافقة له معنا من إسطنبول الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة الدكتور جمال عبد الستار. السلام عليكم دكتور. دكتور جمال هل تسمعنا؟ نعم، لكن الصوت بعيد شوية، معذرة. طيب السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما أهمية أسبوع القدس العالمي لا سيما فيما يتعلق بإعادة تشكيل الخارطة الإسلامية والعربية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أسبوع القدس العالمي هو وكأنه بتجديد عهد سنوي وتجديد بيعة سنوية يقوم بها العلماء ويقوم بها المنشغلون بهذه القضية من أرجاء الدنيا، من الرواد والمفكرين وأهل العلم وأهل التأثير، يقومون بتجديد العهد مع القدس، مع راية الإسلام، لينطلقوا بها مرة أخرى في وسط حشود الأمة، يذكر بها الأمة، يذكر بها الناس، يعلم بها الجاهل، يبثونها في عقول وقلوب وأفكار الأمة من جديد. نعم. فأسبوع القدس العالمي ليس مجرد فعالية من الفعاليات ولا نشاط من الأنشطة، ولكننا نتحدث عن انطلاقة فتية تقوم في كل عام يزداد انتشارها ويزداد أثرها ويزداد حركات وتزداد حركتها ويزداد تأثيرها ويزداد عمقها في قلوب وأفكار الناس وفي قلوب وأفكار الأجيال، ولتظل القدس حية في قلوب الأجيال مهما زادت المحن ومهما زادت العقبات، تزداد القدس تألقا وحضورا وفاعلية في قلوب وميادين الأمة الإسلامية. طيب دكتور، يعني تلاقي هذه الجهود العلمائية في أسبوع القدس العالمي إلى أي مدى يحتاج إلى برنامج أعم وأشمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة؟ يعني هل من خطوات عملية بهذا الاتجاه؟ أصلاً يعني فاعلية هذه الأنشطة وفاعلية هذه المهام أنها تقوم بتوريث هذه القضية ومقاومة تلك العقبات التي تنشأ جيلا بعد جيل، والتي يعني تصنع لهذه الأمة كي تنسى هذه القضية وتبتعد عن حمل هذه الراية من جديد. من أثار هذه الفعالية كذلك أنها تفتح يتناقش فيها حول آفاق جديدة لمقاومة التطبيع مثلا، ومقاومة صور تثبيت الاحتلال وشرعنة الاحتلال. تقوم كذلك بدراسة الخطة المستقبلية للفترة القادمة، كيف نتفاعل مع التحديات وكيف نقاوم العقبات وكيف نحقق انتصارا جديدا. تقوم كذلك بتفعيل مراجعة عمل المؤسسات التي تقوم بدعم القضية في العالم الإسلامي ومراجعة الأخطاء أو مراجعة بعض يعني الإشكالات التي ربما عرضت لها وكيفية وضع حل لها، ثم وضع خطة مستقبلية للأعوام القادمة للتعاون معها في أضواء استشراف المستقبل وتصور العالم في هذه الفترة وما يجب أن تكون عليه المؤسسات الفاعلة لقضية القدس في الأمة الإسلامية. طيب، يعني في ظل مساعي التطبيع الجارية والمخططات الاستيطانية التي تستهدف القدس والمسجد الأقصى كذلك، يعني إلى أي مدى أثبت الجيل الجديد سواء في الداخل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الأجيال في العالمين العربي والإسلامي أنه ليس بمعزل عن هذه القضية المحورية؟ لابد ندرك أن القاصي والداني يدرك أن التطبيع رغم عنف الأداء ورغم يعني كل صور التعاون على غرسه في النفوس وفي القلوب وفي المناهج وفي وسائل الإعلام، إلا أني أستطيع أن أقول بكل أريحية أن التطبيع إذا كان حدث فإنما حدث مع بعض الأنظمة، أما الشعوب الإسلامية فلم تبخل أبدا على قضيتها ولم تتخاذل أبدا عن هوياتها. نعم. ولم تبتعد أبدا عن نصرة القدس وفلسطين، والشعوب العربية والإسلامية رغم يعني القصور في التزام بالإسلام وبأداب الإسلام في أوقات كثيرة، إلا أنها لم تتخلى أبدا ولم تستطع الأنظمة
الداخلية المحلية أو حتى الأنظمة الدولية أن تقود المجتمعات الإسلامية إلى التطبيع، ولكنني أرى على العكس ذلك تماما. فمقاومة التطبيع موجودة عند كل الناس، بل عند كل التيارات سواء إسلامية أو غير إسلامية. فالشعوب الإسلامية عندها يقظة من هذا الجانب، واستعصت على كل محاولات التطبيع بفضل الله تعالى، بل وإن الأجيال الجديدة أشد مقاومة للتطبيع. ولذلك وهذا كله من بركة القدس، فالقدس بركة والعمل إليها بركة ومنهجياتها بركة وقضياتها بركة. لن تستطيع قوى الأرض أن تطفئ نورها ولا أن تسلم لمغتصبيها ولا أن تشرع نعم للتنازل عنها. ونرى بعد كل تلك المحاولات، نحن الآن نرى الشعوب، كل الشعوب على اختلاف صورها وأشكالها ضد التطبيع، ولن تكون يوما مع التطبيع مهما حاولت تلك نعم الأنظمة بكل صور الإغراء أو الإغواء أو الاستبداد. ولكننا نطمئن لأن الشعوب الإسلامية طيب في حماية ووقاية وحصانة كاملة من التطبيع، ويدرك العدو ذلك قبل الصليب. طيب يعني بالنظر إلى الأحداث وما جرى مع الفاتح الأول للقدس وكذلك الفاتح الثاني، إلى أي مدى يتطلب التجديد للأمة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية؟ التجديد في هذه القضية، طبعا رغم أن الصور، يعني لابد أن ندرك أولا أن دعاة التطبيع يحاولون بوسائل مستحدثة، سواء كان عن طريق المنظمات الدولية أو الفعاليات الدولية أو بعض الأنشطة الترفيهية أو وسائل كثيرة، يحاولون أن يدخلوا بها لزرع التطبيع في النفوس والقلوب. هؤلاء يجددون ويحاولون. يجب علينا كذلك أن نكون نحن على أهبة الاستعداد للنظر في المستجدات، كيف نقاوم كل صور صناعة التطبيع بوسائل مستحدثة. ومن تلك الوسائل أن نعد أجيالا بطريقة مختلفة، أن يفهموا القضية بصورة مختلفة، أن نعم يفهموا دكتور القدس على حقيقتها في المناهج وفي المدارس وبصور، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام المؤثرين على قنوات التواصل أو شكرا منصات لكم دكتور التواصل. ونعتذر لضيق الوقت. والمقاومة بكل صورها، وأعظم صور المقاومة عن طريق الوعي، نعم لأن الوعي هو مفتاح النجاح. وبالتالي نستطيع، إذا كانت وسائل الإعلام كثيرة استخدمت لزراعة التطبيع، فإننا شكرا يمكن لكم دكتور، بالتجديد شكرا والتطوير لكم. أن نصنع نعم مؤسسات أو نعم منصات إعلامية مؤثرة تصل نعم لأبنائنا وبناتنا بوسائل عدة نشكركم ووسائل دكتور مراقبة، ونعتذر ثم لضيق كذلك الوقت. نصل شكرا لكم الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم.